وصل خوت، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ كنتمنى لكم كاملكم تكونوا بخير، كنتمنى النهار ديالكم يدوز بخير ان شاء الله. المهم شكرا لكم على التفاعل ديال الفيديو من قبل ديال الويجا، كان شويه التفاعل زوين. المهم ان شاء الله جينا لكم عاوتاني اليوم بواحد فيديو جديد عاوتاني، هو تحدي الاستحضار رجل منتصف الليل. التحدي الخطة معروف، واول واحد دارو عندنا حنا في المغرب هو داك اخ ايمن، بلا ما نكمل السميه، ايمن سينباي هو اللي دار اول تحدي. عاد بداو الناس كيديروا التحدي. المهم سخون تدخل حال الخطوه ديال الفيديو. وغادي نبداو الخوت الفيديو ديالنا. المهم كما الخوت اليوم كتعرفوا، اليوم غادي نلعب تحدي الرجل منتصف منتصف الليل. هذا الرجل منتصف الليل، نزيد واحد الحاجه غادي دابا نزيد مع الساعه، دابا في الساعه ها هادي ها 11:34 دقيقه. المهم الخوت اليوم ان شاء الله غادي نلعب التحدي رجل منتصف الليل. القوانين الخوت ديال اللعبه كيقول لي كتخصك الورقه، وغادي تكتب فيها سميتك. هذه اول حاجه. ثاني حاجه جوج شمعات، هاد الشمعات هادو هما كنت باش لعبت ديك الخضره ويجا، كنتمنى يصدق عطيني رجل منتصف الليل. ها هما غادي خصنا جوج شمعات، هاد الشمعه غادي نحطها مورا الباب. وثاني حاجه انا ما غاديش نكذب لكم في التحدي، غادي ندير جوج كاميرات. كنتمنى عاود ثاني ما يوقع ليا كيما وقع ليا في لعبه ويجا، ما تصور والو بالتليفون. ها هو كيما كتشوفوا هذا اللي غادي ندير، الكاميرا الاولى غادي تكون مورا الباب، والكاميرا الثانيه انا اللي غادي نهز التليفون غادي نشدو عندي باش نشوف. قال لك بانه ما تخرجش ولا شي حاجه، تطفى الشمعه عادي يمكن تخرج. خاصني دابا مع 12 الليل غادي نضرب 22 الدقه. المهم الخوت كما كتعرفوا انا كاين حتى واحد في الدار، كلشي معمرين الدار، خرجوا مشاو عند شي ناس. هادي التحدي راه نقرا لكم القوانين ديال اللعبه. قال لك اساسا قال لك تحولت لعبه بعدها اساس الفكره لعبه منتصف الليل، لعبه رجل منتصف الليل، انك يستدعي منزلك كاين بيظهر من توقيت فين كيجي داك الرجل منتصف الليل، من 12 ديالي الى حدود 3:33 دقيقة الفجر، على حسب الشياطين من المنزل بعد فترة. قال لك اودي التفاصيل ديال اللعبة، لازم تكون وحدك في المنزل، خاصك تكون بوحدك في المنزل، الوقت التجريبي معك شمعة. قال لك الكبريت واللعن والملح. قبل منتصف الليل فتأخذ ورقة، هاهي الورقة الخوت كاينة، هاهي الورقة كاينة، هاديك الورقة عاد أنا شغادي ندير، السماء هاهي الورقة. قاليك أودي غادي دق الباب 22 دقة، 22 دقة مع 12 ديال ما عاد دقائق المنتصف الليل بالضبط، وبعد تطفي الشمعة إلى وفق الورقة وتقفل الباب الثاني. قال لي خاصك الباب تقفلو. المهم الخوت كما كتعرف الخوت دابا هذه في الساعة 11:37 دقيقة. المهم الخوت كما المهم القوانين ديال اللعبة الخوت باينين، وبلا عاوتاني الخوت ما نبدا نشرح لكم. أول حاجة كتخصني ورقه، هي ورقه الخوت، ها هي ورقه غادي نكتب فيها سميتي الخوت. غادي نكتب فيها فين هو ستيلو، ها هو ستيلو. آه
السلام عليكم. بغيت نتصور مع دابا التجربه باش نعرف واش ندير هادشي غادي تصور ف الا كنت في استحضار. المهم الخوت داك كتبت سميتي هي هيا الخوت سميتي. ثاني حاجه غادي تخصني القطره من الدم. في راسي حتى شي حقه عارفين غادي نجيب انا القطره من الدم. فين غادي نجيب الخوت القطرات من الدم؟ ما قدرتش الخوت نبين لكم الدم لانه اليوتيوب غادي يقدر يضربني بكوبي راي. دابا ضرب واحد الضربه في يدي ها هو الخوت الدم. المهم الخوت سمحوا لي غادي نخبيه بالكاميرا، الخوت غادي نخبيه بالضبابه على حسب الخوت القوانين الخوت ديال اليوتيوب خايف ما يضربوني بكوبي راي ولا شي حاجه. المهم هما جوج سمعات الضربه والله العظيم الخوتي الا شحفت. المهم هادشي الخوت اللي كاين. المهم كنتمنى تدعموا الخوت الفيديو ديالنا، كنتمنى ان شاء الله المحتوى اللي غادي نبقى نحط لكم الخوت في اليوتيوب. المهم الا كانت الوقت وكانت المهم وكانت الوقت والقضيه سويه ما كاينش المخزن ولا داكشي غادي يمشي لعبة ان شاء الله التحدي ديال منتصف الليل عاوتاني في صيدان مهزوره. المهم انا دابا بلا ما نطول عليكم الفيديو غادي نبداو الاستحضار ديال فاهمين كل اهي ها هي السميه. خوتي دابا شوف شحال الساعه دابا هادي دابا شحال الساعه دابا الخوت 12 الله روح ما بقى والو. غادي نبدا الخوت ان شاء الله في اللعبه ديالنا دابا. غادي نجي دابا غادي نهز هاد الورقه غادي نسقها في مراجعه زعما معايا الخوت دابا حطها ولا تي ماما فادي بسرعة خو هاد ما كاين حتى واحد الخطه بلا بلا غادي نقول لك كاين معايا شي واحد الخطه. دابا غادي نسقو التحدي في النور صافي هو مورا البيضة الخوت. خوت الورقة درت الخوت درت ليها الصابون درت ليها الصابون هي الورقة هي سميتو كنيتي هو الدم هو الدم. المهم الخوت دا كلشي معاه دابا تخص فهمتي. دابا الخوت غادي تخصني الشمعة الأولانية معرف غادي شحال هذا الخوت في الساعة. اوكي المهم الخوت دابا هادي العطس و 55 دقيقة. المهم الخوت ما بقى والو العطس و 58 هادي مع حطيت الكاميرا الأولانية غتبان لكم الخوت الكاميرا الأولانية هاهي. أنا نخوض الكاميرا الأولانية هاهي الشمعة هاهو هاهو الخوت الكرسي هاهو الكرسي الخوت فيه غادي نريح هاهي نشوف سمية نستخدم هيا خوت الشمعة خوتي هاهو كلشي طفى دابا دابا غتكون دابا واصلة 12 بيل. شوف التيليفون 12 بيل واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة طاحت الشمعة طفات الشمعة خوتي الشمعة غادي نشعلها دابا خوتي الشمعة غادي نشعلوها هاهي الشمعة غادي نشعلوها الخوت هاهي الشمعة غادي نبقاو دابا 2 بقا
واحد زوج أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22. مهم الخوت تقي دابا 22 دقه هي الشمعة على الخوت هي الشمعة نسناو الخوت تحدي راجع المنتصف الليل المهم الخوت سمحوا لي الباب الخوت ما كيتسد مزيان مع مكونتي في القفل ما نحيد عليه داك القفل دابا مشكل اذا صلاص المنتصف اللي غيدخل عليا المهم الباب سديتو هو هذاك هي الشمعة دابا ضربت ديك النص المهم سمحوا لي الخوت ما عنديش التليفون كامل جوج التليفونات اللي عندي هما دابا كنصور بهم هي وحده الكاميرا الاولى على بابا وحده الثانيه على بابا مثلا منتصف الليل منتصف الليل منتصف الليل منتصف الليل منتصف الليل أقول لي الخوت دابا راه منتصف الليل واش الخوت ما عندو ما يدير منتصف الليل منتصف الليل منتصف الليل ولازم تصاوب ماشي معوجه بالخوت الصداع الخوت على طول مع حنا لبس هذا الخوت مزيان مازال بنا كيخبط في دارو كيخوت هادي كل ما عرفت الخوت انا واش هذا الراس المنتصف الليل واصب الصح كاين فيه ولا لا ولا خرافه المهم انا اكتشفوا انا الخوت هنا الحقيقه دابا بغيت دابا الراس المنتصف الليل واش دابا عنده ما يداري جاني ايجابني انا انا ما عندي ما يدا مزربة تحتي كاين بزاف كامل داكشي انا اكتشفوا الحقيقه ديالهم كاينه كاين تصارو كاين مرض الدار الكاميرا الاولانية كاينه كانت من الخط ما تفاصل الكاميرا الاولانية كي موقع لي الخوت ديك الخطره في ويجا ويجا بعدا صدقات حقيقيه ويجا زقوا بعض الحوايج اللي اكتشفتهم انا الخوت في الفيديو اللي كنت الخوت كان مونطي ان شاء الله كاين بزاف ديال التحديات داكشي غادي نجربو كاين الطراسين كاين بزاف كتبنا الخوت صدقات الشوت الشمعة الخوت مازال ما طفات الشمعة الخوت مازال ما طفات أفين كان راس المنتصف الليل يلا سير بيك حنا مقابلين هنا راس المنتصف الليل الشمعة مازال ما طفات ولا الخوت دابا الخوت موقع والو ما
الناس عاود ثاني الفيديو كيكون طويل كيكون عاود ثاني قصير على حسب على حسب معلومه بزاف اغلبيه كيقول لك الفيديو كيكون طويل ننصبوا الخوت انا التحدي كيفاش دايروا وصف الصح ولا كيطلقوها علينا دوك صحاب السلوكيه خدي سمع الطفات سمع الطفات بلي نقلب الكاميرا مي ما خدش سمع الطفات الخوت هنا عجبني كلمات الله تمت هذا الطفات تفضل خوتي السمعه هي اخت الكاميرا الاولانيه هي السمعة الخوت طفات طفات السمعه اوكي موقع نشوف ورقه هي ورقه موقع موقع والو السمعة طفات المهم هاد الشيء هم طفيت الخوت هاد السمعه موقع والو موقع والو شوف هي الكاميرا الاولانيه هي الكاميرا الاولانيه هي السمعة خوتي هي الشمعة انحطاط العشرة موقع والو المهم الخوت كيما شفتو سمحولي لازم نضرب شوية المهم دابا الخوت شفتو في الفيديو شفتو داكشي اللي وقع في الفيديو موقع والو هما دوك جوج الشمعات هما ها هي الورقة المهم الخوت كيما كتشوفوا الخوت موقع والو في التحدي الرجل المنتصف الليل لانه هاد الشخوت الخرافة ديالهم اقسم بالله العظيم كانت من الناس ما بقاش يثيقوا اي حاجه شافوها على اليوتيوب انا كنقول ان التحدي رجل منتصف الليل اذا كان حقيقي بانه رجل منتصف الليل فين تقريبا الى بدئيس تقليد حنا بغينا ندويو حنا بالمنطق وبالمعقول غادي تدخلك في دار مهجوره انا هو هذا هو السؤال اللي كنطرح هذا السؤال لانه علاش حنا بزاف ديال الفيديوهات كنشوفوهم في اليوتيوب استحضار الجين الطراسيم ديال السير وديك النجمه الخماسيه ديال الماسونيه ولا ما عرف لا ديال عباده الشياطين قالوا لك بانه التحدي رجل منتصف الليل كاين المهم هو صادق ما فيه لا كذوب لا والو وكنتمنى الناس ما بقاش يثيقوا بحال هاد الحوايج الا شافوا اي حاجه انا اللي صدقات ليا هي ويجا صدقات هي هادي ما فيها لا كذوب لا والو الصراحه داك النهار دازت عليا واحد النهار خايب تقريبا دازت عليا دابا 4 ايام ولا 3 ايام ولا ما عرفت شحال ان شاء الله الفيديوهات مازال قدام جايين كاين واحد مغامره درتها شي 15 يوم ديال مغامره السفن واحد السفينه مهجوره المهم هاد الشيء الخوت اللي كان ديك السفينه مهجوره تشوفوا في الفيديو وقعوا شي حوايج الخوت ما غاديش تثيقوا المهم كاينين فيديوهات مازال ما مونطيت كاين جديد الخوت نتوما كنبغيكم نتوما اما تفرحونا بواحد لايك سبسكرايب وكنتمنى تفوزوا في الفيديو كامل وكنتمنى الناس ما بقاوش يثيقوا هذا الشيء الخوت اي حاجه شافوها في اليوتيوب ما بقاوش يثيقوها انا كنقول ان هذا الشيء كامل اللي كاين الخوت في اليوتيوب مغامرات رايت رجل لابس ابيض وجهه بكثره الدم كنقول الخوت انا داك الشيء كامل مفبرك انا الشيء الخوت اللي كنقول لانه انا مشيت نصيب بلايص الخوت واعرين بلايص واعرين ديال المغامرات ولكن ما عمر وقعوا لي فيهم شي حاجه لانني يعني كنشوف فيديوهات ديالو كاملين ديال اليوتيوب عباره عن التمثيل ولكن فيهم تصوير قليص خدم لانه الا جاب الله الا ما درتيها وكذاك الا جاب الله ما درتي ندويو حنا بالمعقول بالمنطق في اليوتيوب ديالنا حنا مغربي ندويو على صفه عامه شي حاجه زوينه الا كديرها في اليوتيوب ما غاديش تطلع لك وما غاديش تطلع لك خاصك شحال 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 عاد غادي تطلع لك ماشي حاجه خايبه ماشي حاجه تافهه هاد اللوحه في يوتيوب طق ما كاين راه منتصر واللوح كتلقى ضربه من 2 مليون
وكانت لي قابلنا متقاتل كتصور الفيديو كيتسناك المونتاج كيتسناك المينيات ولا كتسناك معرفش شحال كتسنى باش تلوح الفيديو. انا المونتاج كيديك نهار تقريبا, انا المونتاج كيديني نهار لانني دابا كنمونتي بي سي ادوب بروميير برو ولكن دابا غادي نمونتي فيلمور لانه الفيديو ماشي شي حاجه جديد. وكنتمنى الخوت نتوما خاصكم تفوتوا في الفيديو, المهم انا غادي نلوح لكم انا فيديو خاصني نلوح لكم انا فيديو باش تعرفوا الحقيقه ديال رجل منتصف الليل. رجل منتصف الليل الحقيقه ديالو ما كايناش, انا ما صدق والو موقع والو, درت القوانين كتبت سميتي القطرة من الدام جوج شمعات وحطيت لكم الكاميرا الاولاني على برا وطفات الشمعة. انا دابا طال المونتاج مازال ما مونتيت الفيديو والله دابا غادي نمونطي ديك الثلاثة ديالي غادي نبدا المونتاج ديما كنمونطي انا بالليل. هاد الشيء الخوت اللي كاين المهم هاد اليومات كنت تواصلت مع واحد السيد كاين في تيزنيت عجبو الفيديوهات اللي كندير داكشي قالو انت واش انت كدير مغامرات لي فلوغ ولا قولي اش كدير. قلت ليها ودي انا كندير المغامرات والتحدي الاستحضار الجين. قال لي ودي غادي نعطيك واحد الطريقه غادي تستحضر بها الجين ولكن غنخاف عليك. قلت لها ودي انا ما تخاف والو, وثاني حاجه ما نقدرش ندير لكم الخوت الفيديو ما نقدرش. قال لها ودي ما ديش فيديو تلوحو في اليوتيوب وانا غادي ندير فيديو على قبلكم الخوت غادي ندير فيديو. تواصلت معاه وكنتمنى يعطيني دوك الطراسيم. قال لها ودي خاصك تجي عندي خاصك تجي عندي تيزنيت باش نعطيك دوك الكتب باش تستحضر داكشي. ثاني حاجه تيزنيت الخوت بعيده يقدر غادي نمشي بالمطوب السنتر واحد يعني ما عرفتش شحال غادي ندير ديال ليسانس باش نمشي لديك البلاصه. المهم غادي نمشي المهم هادشي الخوت اللي كاين في هاد لا فيديو هي النهايه ديال الفيديو. المهم انا السيد غادي نتواصل معاه نشوفو ودي صوري هذاك صوري هذاك الشيء وصيفطو ليا. المهم ان شاء الله الا كان عطاني داك الشيء صيفطو ليا غادي نصور لكم وغادي نلوح لكم الخوت في اليوتيوب. غادي ندير عليه فيديو غادي نبين لكم داكشي الا بغى يصيفطو ليا الا هذا الله. كنتمنى يهدي الله يصيفطو ليا لانني ضروري باغي الخوت ندير هاد الاستحضار جين. وهاد الكتاب قال لي ودي قلت ليها ودي تصورو ليا ولا بغيتي نخلصك. قال لي ودي انا ما تخلصني ما نعطيك ولكن قال لي ما ديرش فيديو في اليوتيوب الا صاب الله درتي فيديو في اليوتيوب ما غاديش يصدق لك داكشي. قال لي الطلاسم صعاب خاصك تبع. قال لي ما عرف قال لك المهم الطلاسم صعاب ما خاصني نصح لكم هادشي الخوت ما بغيتش فيديو يكون طويل. نتوما الخوت ما بقاش تثقوا هادشي ديال الاستحضار الجن ولا داكشي. انا ان شاء الله الا داك السيد عطاني دوك الوراق داكشي ديال الاستحضار الجن داك التخربيق ديالو ولا ما عرف دوك ماشي التخربيق داكشي لانه مشيت كنقرا واحد السيد فاش في الفيديو ديالو كاين تسلا. قال لهم ودي سوس عندهم داكشي عندهم الطرق كيفاش كيستحضروا الجن. خويا كاينه هاد الهضره كاين